السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم خوتي اخواتي في فيديو جديد على قناة بوصلة الترحال. وفي هذا الفيديو هنتكلموا على تطبيقات، أهم التطبيقات تحديد المواقع وتحديد يعني الارتفاع إذا كنت في منطقة جبلية، ولا يعني تحديد حتى تحديد الوجهة، يعني تسجيل الوجهة وتحديدها والذهاب إليها. وأهم تطبيق نستعمله أنا شخصيا في البورتابل الخاص بي. طبعا قلت البورتابل لأنه حاليا التكنولوجيا متطورة وكل الناس يعني عندهم جوالات بورتابل، يعني ماشي كيما بكري كنا نستعملوا جي بي اس هذيك تاع تقليدية، لكن دوكا جي بي اس هذيك كاينة في بورتابل. يعني بمجرد ما تشري بورتابل عندك جميع الوسائل اللي تحتاجها لتحديد المواقع وتحديد الارتفاع والوجهة وغير ذلك. التطبيق نتاعنا اللي راح نشرحوه نهار اليوم هو هذا اللي ظاهر قدامكم، هو جي بي اس تيست بليس. يعني كاين جي بي اس تيست وكاين جي بي اس تيست بليس. هذا بليس هذا هو يعني مدفوع ولقيته يعني بالمجان. راح نترك لكم رابط تاعه ورابط التحميل اسفل في الوصف، ندخلوا ليه بهذه الطريقه. طبعا هو الاندرويد. وقبل تشغيل التطبيق نروح هنا للاعدادات في الاعلى ونقوم بتفعيل الموقع، يعني تحديد الموقع. واذا كنت عندك يعني شريحه، اذا كنت عندك شريحه خليك كيما راه، واذا ما عندك شريحه يعني ما كانش الاتصال، تروح هنا وتخير مستشعرات الجهاز فقط، يعني اذا كان ما عندكش ريزو، لان الريزو يعاون في تحديد الموقع. وتفتح هذا التطبيق. هذا التطبيق راح يتعرف على الاقمار الصناعيه الخاصه بتحديد المواقع. هنا راح حدد لنا الموقع كما راكم تشوفوا. هنا الارتفاع نتاعنا 1052 متر على مستوى سطح البحر، كما راكم تشوفوا 1052 على مستوى سطح البحر. يعني هذا التطبيق يفيد باش تحدوا القمم تاع الجبال ولا علو الجبال، وكما راكم نقولوا تروحوا لشيليا ولا لتيكجدا ولا اي جبل، تقدر تحدد لصحابك قد الارتفاع تاع الجبل هذاك. واذا حبيت تحفظ المكان تاعك، يعني مكان احداثيات المكان، تضغط هنا في الاعلى على رمز الرجل هذا اللي هاز الاعلام، تضغط هنا يحدد لك الاحداثيات نتاعك، يعني الطول والعرض. وهنا الارتفاع اللي هو 51.8، تحط هنا وتخير هنا، يعني تقوم بحفظ يعني المكان. واذا حبيت تحدد يعني نقطة وتروح ليها، تروح كما درنا قبيلة وحددنا البلاصة اللي ريجستريناها، وهنا تضغط على هذا السهم يبدأ الملاحة. هنا تظهر الأماكن اللي ريجستريتها، وتظهر المسافة باش توصل ليها. كما راكم تشوفوا الأخر هذا اللي سجلته هذا، وين المسافة إليه صفر. لو كان بعدوا عليه شوية راح يبدأ المسافة تتغير، راح تبدأ المسافة تتغير. رانا بدلنا المكان شوية حوالي 10 متر. الآن نكون نروحو نضغطو على السهم هذا، نعاودو نضغطو على السهم، نلقاو المسافة ولات 14 متر كما راكم تشوفو. يعني كل ما تبعد المسافة، يعني هذا البلاصة تقدر تحدد الأماكن وتروح ليها، يعني تجيب الإحداثيات من خريطة ولا من أي مكان آخر، ولا يعطيك صاحبك إحداثيات تقدر تريجستريهم هنا كمكان، وتقدر تروح ليهم بهذا التطبيق. هذا التطبيق هذا يوري لك الطريق، يعني يبقى شغل سهم. من بعد دوك نوري لكم كيفاش تروحوا تحددوا مكان تروحوا ليه. كما راكم تشوفوا دوك كنا نعاودوا نضغطوا على السهم هذا، نلقاو بعدنا 37 متر على المكان اللي ريجستريناه قبيله. لو كان حابين دوك نقولوا روحوا البلاصه هذه ما نعرفوهاش وحابين نروحوا ليها، بالتحديد نضغطوا عليها فقط، نضغطوا عليها تبدا هنا هذا العداد هذا في الحساب، ويعطيك المسافه شحال المسافه 38 متر، ويعطيك السهم هذا. انت بمجرد ما تتبع السهم هذا وتمشي بالاتجاه اللي يعطاك السهم راح توصل للمكان. نعاود نولي وليه دوك يبدا العداد في كما راكم تشوفوا، نتبعو غير السهم، نبداو نمشي. طبعا السهم ما يدورش حتى تمشي، حتى تمشي باش يبدا السهم يتحرك ويديك في البلاصة. كما راكم تشوفو الأمتار تتناقص، رانا في 25 متر، رانا في 25 متر، كي نمشيو للبلاصة
مترات، 2 مترات، 2 مترات. طبعا قادر يكون فيه اخطاء في الاخر، يعني التدقيق، الدقة قادرة تكون حتى 5 متر نسبة للخطأ. هنا رانا وصلنا للبلاصة، نبقاو ثابتين اكثر، رانا وصلنا للبلاصة. يعني ما يقدرش يحدد لك اكزاكت يعني بالمترة، لكن بنسبة الخطأ قادرة تكون في الامتار ولا 2 امتار. معليش، هنا نسبة الخطأ هي 1 متر كما راكم تشوفوا، 1 متر. هنا كي نوصلو نديرو حط هنا ستوب كما راكم تشوفوا، نسبة يعني المسافة يعني 1 متر. يعني 1 متر تقريبا هي يعني نسبة التحديد في هذا التطبيق يعني نتاع جي بي اس. كان هذا الفيديو اللي نتاع نهار اليوم، ان شاء الله نتمنى هكذا نزيدو نشرو لكم فيديوهات نتاع الخرائط ونتاع تحديد المواقع وكلش. ما تنساوش تابونيو في القناة وديروا جام للفيديو وتنشروا الفيديو مع اصحابكم في وسائل التواصل الاجتماعي، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.